مرحبا يا جماعة، اليوم جبت لكم خدعة في الرياضيات أستاذك في المدرسة ما بيعرفها. تعال نشوف صباح خليل اليوم كيف راح علمنا. أغلب المعلمين بيجيبوا الطريقة بلقنوها تلقين للطالب زي ما هي، ما بيصيروا يعادلوا عليها باعتقادات أفكار وطرق. أستاذ أحمد خليل بيجيب المعلومة، بيطور عليها، بيعدل عليها، بيبتكر، بيفكر خارج الصندوق يعني. وصراحة عم بيعطينا عدة طرق لحل المسألة، وصراحة حتى السؤال الصعب بصير تحسه أسهل. يعني أنا وأصدقائي كنا زمان ما بدنا نتسلى، كنا نروح نلعب يا كرة قدم يا روح نحضر مسلسل، وصلنا لما نتسلى نحل أسئلة رياضيات، صرنا نحس الرياضيات بيس أوف كيك صراحة. الرياضيات هي مادة جامدة، مادة الطالب ما بيحبها، وتنساش الجيل الجاي علينا هو جيل سوشيال ميديا. فأنا جمعت فكرة السوشيال ميديا بفكرة إني أصير أحببه في المادة، جمعتهم فكرة إني أصير أطلع له بالسوشيال ميديا وأحببه بالمادة، فإجت فكرة الفيديوهات القصيرة على التيك توك وضربت ما شاء الله ترند. بعدين صرت أخذها واتجه فيها على اليوتيوب للشورت فيديوز، على الريل إنستغرام وعلى الريل فيسبوك، وما شاء الله يعني الأمور حققت نجاحات منيحة. هنشوف صباح خليل شو جابكم اليوم، كيف نجمع كسرين بطريقة الباتر فلاي الفراشة. طلع خليل شو قال لك؟ قال لك من شمال ليمين بتبلش 5 ب 2 10 4 ب 3 12 بينهم جمع على 5 ب 3 15 مباشرة بحط كسر بجمع 10 زائد 12 22 على 15. هاي هي الجواب المثالي. هسا إذا أنت جبت فيديو ساعة أو 75 دقيقة وطرحته على الطالب بجوز ما تلاقيش يعني من 100% ما تلاقيش 20% بيحضروا. أما شو عملت أنا؟ إنه الفيديو أبو الساعة أو الحصة أبو الساعة أنا بجزئها لا لا ثواني، تخيل مش لدقائق، لثواني، لثلاثين ثانية، أربعين ثانية. الأفكار بطرح كل فكرة بفيديو مع هيك أشياء خفيفة زي بسميها بهارات على الفيديو، وهون خلاص هيك أنت بتضمن إنه الطالب بيحضر، بتضمن إنه الطالب حب المادة. سبعة وخمسة تسعة وسبعة ستاش، طبعا كيف حصلتوا